هوية بريس نحو إعلام هادف. كشفت مصادر مطلعة بأن السلطات المغربية أوقفت 164 مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية الجزائرية و318 شخصا ينحدرون من دول جنوب الصحراء، إلى جانب 37 مهاجرا من جنسيات أخرى تونسية وأسيوية، وذلك في سياق عمليات التحريض على الهجرة الجماعية. وكانت السلطات المغربية قد قادت حملة ما بين 11 و16 من شتنبر الجاري لمواجهة سحف الراغبين في الهجرة السرية صوب سبتة المحتلة، مكنت من توقيف 3795 مغربيا بالغا إلى جانب 141 مغربيا قاصرا، بالإضافة إلى 519 أجنبية. كما رصدت السلطات المغربية تنظيم 6 محاولات للتسلل في الفترة ذاتها نحو الثغر المحتل، بحيث تمكنت المصالح الأمنية من توقيف 70 شخصا محرضا على الهجرة من دول جنوب الصحراء، وجزائريين سيمثلون أمام العدالة، فيما تم عزل البقية واعتراض الراغبين في الهجرة بمدن أخرى. هوية بريس نحو إعلام هادف.